ولو في سن السبعين، حكاية أب وجد لديه أحفاد، رحلة الإرادة والطموح فيها تكتب قصة نجاح. حسين محمد ابن محافظة طرطوس يحصد ثمار تعبه نجاحاً وإجازة في الحقوق من جامعة تشرين في اللاذقية. حصلت على أهلية التعليم سنة 1972، ومن ثم سجلت في الأدب العربي، تخرجت عام 2002. ثم تابعت دراسة الحقوق بعد التقاعد بسبع سنوات، وأكملتها في عام 2022، ولله الحمد رغم الصعوبات التي مرت علي، ورغم هذا لم أكترث بها، مكترثا بقول توفيق الحكيم أنه من أراد هدف فليسعى إليه دون أي تلكع. الرسالة الحاب وصل للأجيال أنه لا حدا يعتذر ويقول أنه ما فيني الصعوبة، لا شيء مستحيل في حضن الكون، بشرط أن يجرؤ الإنسان على ارتقاء القمة. أكبر فخر إلي ومبسوطة كتير كتير، وأماني يعني لأولادي لأولاد أولادي كلن بشجعهن أنن يقروا ويتخرجوا ويصيروا كلن، نحن حابين كل هالأشياء. أول الغيث قطرة، والتقدم في العمر لم يثنه عن متابعة التحصيل العلمي. طالب أبو عزام هو مثال للإرادة الحقيقية، للإرادة الصلبة، للرغبة في تحصيل العلم، لأنه يحمل شهادة أدب عربي من عام 2002، وهو حقيقة مثقف ومعه شهادة، وحتى رجع تابع بالحقوق وحصل على شهادة الحقوق، رغم أنه معرفته أنه هي يعني ما رح يستخدمها لغاية أنه والله الوظيفة العامة أو كذا، فقط العلم من أجل العلم. وجود العم أبو عزام بالمدرجات وبهالعمر هيدا كان عم يعطي دافع كتير كبير لا خلينا نقول زملاء الطلاب، مع انه هني بالعمر في فارق كبير، ممكن يكون في طلاب بعمر احفاده، فهالوجود هيدا لإله كان عم يعطيهم دافع ويأكد لهم انه يا اخي العمر هو مجرد رقم. هو كان مثال للطالب المجتهد الذي يعطي الدافع لباقي رفاقي من الطلاب ان يتابعوا مسيرتهم العلمية، لان بالعلم نبني الاوطان. أبو عزام حلم لا ينتهي، وخطى واثقة وثابتة للسير على دروب العلم والنجاح.